عودة الحديث عن قرارات الولايات المتحدة الأمريكية تقليص وجودها العسكري في منطقة الخليج إلى الواجهة، مع ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن إدارة بايدن باتت تخفض بشكل حاد من أعداد الأنظمة الأمريكية المضادة للصواريخ في الشرق الأوسط ومعظمها في السعودية، ضمن عملية إعادة تنظيم تتزامن مع تركيز الجيش على التحديات التي تشكلها الصين وروسيا. وتثير الخطوة الأمريكية الجديدة بسحب أنظمة الدفاع الجوية باتريوت تساؤلات كثيرة بشأن استمرار مثل هذه الخطوة، وكيف ستتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع الاعتداءات المستمرة التي تتعرض لها السعودية من قبل الحوثيين في اليمن، وما إذ كانت الخطوة رسالة سياسية أمريكية لإيران بأن الدبلوماسية هي الحل الوحيد لحل الخلافات في المنطقة. ولمناقشة تداعيات هذه الخطوة الأمريكية على الرياض ينضم إلي من الرياض فهد الأحمري الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد أحمري. بداية، هل هذه الخطوة الأمريكية تأتي في سياق توجه أمريكي لتقليل الانخراط في صراعات الشرق الأوسط، أم أنها تأتي في سياق تفاهمات معينة أمريكية إيرانية تمت تحت الطاولة إن صح التعبير؟ مرحبا، اهلا بكم وبالساده والسيدات المشاهدين. الحقيقه هذا الامر يعود لامريكا، احنا لم يعني نرى تصريحا واضحا، لكن هذه امر معتاد عاده في نقل مثل هذه القوات الامريكيه من اجل، قد يكون من اجل اعاده تموضع، وقد يكون من اجل تلبيه احتياجات في مناطق. ولكن طبعا مثل ما سمعنا انه البنتاغون اعلن ايضا التزامه بالتعهدات التي تمت منذ زمن بعيد في حمايه المصالح الامريكيه مع الحلفاء في الخليج وغير الخليج، طبعا يعني مع اعلان انسحاب الدفاعات الامريكيه في المنطقة. تصدت السعودية ل 17 هجوم عدواني من الحوثي، والسعودية نعرف ويعرف الجميع أنها من ضمن أقوى 10 قوات في العالم. نعم، لكن سيد أحمري يعني لابد أن هذا الانسحاب العسكري الأمريكي سيترك فراغ في التصدي للتهديد الإيراني، ما الخيارات اليوم السعودية المتاحة في التصدي لهذا التهديد؟ ما خيارات من؟ ما خيارات السعودية اليوم المتاحة للتصدي لهذا التهديد مع الفراغ الذي ستتركه الانسحابات الأمريكية في دول الخليج؟ أولاً السعودية هي تدافع عن منذ زمن، وهي تدافع عن نفسها دون تدخل أمريكي، اللهم في الدعم الاستراتيجي، في الدعم الاستخباراتي، في الدعم التقني التكنولوجي، كل هذه الدفاعات
التي نراها تتصدر العدوان ضد السعودية يتصدى له أيدي سعودية ودفاعات قوى سعودية بعتادها وعدتها وأفرادها. لم تطلق أمريكا رصاصة واحدة ضد أي عدوان إيراني، وهذه وهي متواجدة في المنطقة، وكذلك سواء يعني في نظري الشخصي ذهبت أو بقت فالأمر سيان القوات السعودية. إدارة بايدن ترى في هذه الانسحابات أنها تعطي مجال للحلفاء للتقوية بدون دعمها، برأيك كيف ستستطيع اليوم الرياض تقوية نفسها في مواجهة هذا الخطر؟ هل ممكن أن تلجأ إلى ملء الفراغ لربما بالمساعدة التركية أم الروسية أم الصينية في المجال العسكري للتصدي لهذا الخطر؟ أولاً بالفعل قد يكون مغادرة بعض القوات الأمريكية يكون فيه نوع من إعادة النظر في التحالفات الأقليمية، قد يكون يعني أمر إيجابي لمجلس التعاون الخليجي لإعادة قوته وإعادة تحالفاته، وكذلك مع دول أخرى مثل مصر، مثل تكون تركيا، قد تكون روسيا. لكن على العموم يعني هذا قد يكون هذا الجانب في صالح المنطقة، في صالح السعودية، من أجل يعني قوة التحالف وإعادة قوة التحالف بين الكيانات الخليجية. طيب دعنا نشرك في هذا الحوار المحلل السياسي التركي الذي ينضم إلينا من اسطنبول السيد فراس أوغلو. أهلا بك سيد فراس. برأيك هذا الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط ودول الخليج عموما كيف سيشكل فرصة لتركيا أو قوى إقليمية لإعادة التوسع لربما أو التموضع في الشرق الأوسط؟ نعم، بعد التحية الطيبة لك ولضيف الكريم، هذه نقطة مهمة جدا، لأن هذا التشابه أي سحب بعض الدفاعات الجوية كما حصل لتركيا قبل عدة سنوات، وبعد ذلك طبعا نعلم أن تركيا استعاضت عنه بشراء المنظومة S-400 وحصل ما حصل من خلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية. أنا لا أظن أن ربما المملكة العربية السعودية ستسير في نفس المنهاج، لكن ربما تطور في بعض الأمور. هذا يعود لهم، هل تطور في المجالات الدفاعية أم الهجومية؟ إذا كان في الطائرات المسيرة وشراء طائرات المسيرة، هذا نوع من أنواع اللي نقول سيد فراس اليوم الصواريخ المضاد. إلى أي مدى تنافس تركيا الصين وروسيا في مجال الصناعات العسكرية؟ ولا يشكل برأيك خطر انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط على تركيا نفسها وإعطاء فرص لقوى إقليمية أخرى في التوسع والتمدد في الشرق الأوسط؟ أنا لا أظن ذلك. يجب أن نقرأ المشهد أيضا من طرف آخر. وجود الولايات المتحدة الأمريكية ربما كان أيضا يمثل تهديدا كبيرا لإيران، وهذا يعني أن التوتر سيبقى في المنطقة. ربما الانسحاب هذا أو تموضع، تغيير التموضع، ربما يفسح المجال أكثر لقراءة التفاهمات بين المملكة العربية السعودية وإيران، وهذا يعني ربما يهدأ التوتر بشكل مهم كما حصل مثلا بالتوتر الذي كان حاصلا بين تركيا ومصر مع خلاف كل الظروف، ولكن هذا يساعد في تهدئة الإقليم، هذا مهم جدا. النقطة الثانية، كيفية قراءة المشهد القادم، هل سيتجه باتجاه الدبلوماسية أكثر أم باتجاه الصدام العسكري أكثر؟ هنا سيتضح الملامح أكثر، إما بالاستعادة عن هذه المعدات بمعدات أخرى روسية صينية تركية مثلا، أم أن الدبلوماسية ستكون، في حال وجود الدبلوماسية سنجد أيضا هذه الدول عوضا عن الدعم العسكري سيكون الدعم الدبلوماسي. هذا أظن متعلق في القيادة هناك في المملكة العربية السعودية وفي إيران، كيفية قراءة المشهد القادم. لكن هل ستكون هناك فرصة لتركيا أن تنافس في التواجد هناك مثلا من ناحية العتاد وليس العدة؟ ربما أظن هذا ممكن، لأن لديها قاعدة عسكرية في قطر مثلا، كان هناك خلاف إماراتي حتى سعودي باتجاه هذه القاعدة. لكن الآن نتكلم عن
تبادل الخبرات العسكرية أو ربما تبادل الآليات العسكرية. تركيا لديها قوة عسكرية كبيرة جدا في كثير المجالات باستثناء ربما الدفاعات الجوية، ربما روسيا أفضل بكثير من تركيا في هذا. نعم. فراس أوغلو المحلل السياسي التركي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والمشاركة، وشكر موصول لفهد الأحمر الكاتب والمحلل السياسي، حدثني من الرياض.